ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بتهمة محاولة القتل بعد وقوع عملية طعن داخل مسجد في لندن. وقد عثر طاقم الطوارئ الطبي على رجل في العقد الثامن من عمره مصابا بعدة جروح في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي. وتظهر لقطات التقطت من داخل المسجد عناصر الشرطة وهم يطرحون أرضا رجلا أبيض البشرة يرتدي قميصا أحمر مزود بغطاء للرأس حافي القدمين. وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنها لا تتعامل مع الحادث بوصفه هجوما إرهابيا. وقالت إدارة المسجد في بيان إن المصاب هو المؤذن وإنه تعرض للطعن أثناء رفعه للآذان. وألقى المصلون القبض على منفذ الهجوم قبل وصول الشرطة بحسب بيان إدارة المسجد. وقال أحد الشهود العيان إن الرجل المشتبه في تنفيذه الهجوم كان قد اعتاد الصلاة في المسجد قبل أشهر من الحادث. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.